السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة ابو خلاف فؤاد. اليوم سنرى منصة جديدة مخصصة للعملات الرقمية. هذه المنصة اسمها بايبيس. من خلال هذه المنصة يمكنك شراء العملات الالكترونية مثل البيتكوين، الايثيريوم، اللايتكوين، الريبل، البيتكوين كاش، الستيلر، البيناناس كوين، النيو، وترون من خلال عدة بنوك مثل بنك ستيلر، نتلر، باير، ادفاكاس، وباستخدام الكريدي كارد او البطاقات الخاصة بك، او من خلال التحويلات البنكية مثل بنك ترانسفير سي بي او وبنك ترانسفير واير. بايبيس تعد من أرخص المنصات لشراء العملات الرقمية، حيث أن بمقارنة بايبيس مع منصات أخرى مثل بيناناس أو تشينجر أو مانيتك إكستشينج، سترى أن هذه المنصات تأخذ من 12% إلى 15% كأتعاب أو في من أجل تحويل الدولار إلى عملات رقمية، حيث أن بايبيس لا تأخذ إلا حوالي 10% حول جميع التحويلات. إذا قمت مثلا بتحويل 100 دولار في منصة بيناناس، فستقوم بشراء فقط 90 دولار من البيتكوين. وفي بايبيس باستخدام 100 دولار هذه يمكنك شراء حوالي 95 دولار بيتكوين. ومن هنا نستنتج أن بايبيس هي أرخص منصة على الانترنت من اجل شراء العملات الرقمية. اظن ان هذه الميزة التي تخص بايبيس هي انها تدعم اللغة العربية، معناه انه يمكنك شراء البيتكوين وعمل التبادل باللغة العربية. من اجل شراء البيتكوين او اي عملة اخرى تقوم بخيار البنك الذي تريد ان تشتري من خلاله. فمثلا نحن سنقوم بالشراء من خلال محفظة ادفاكاش، فنقوم بالنقر على ادفانسد كاش ونختار العملة التي نريد شراءها. فمثلا نريد شراء البيتكوين، فنقوم بشراء البيتكوين ونضع هنا المبلغ الذي نريد شراءه. فمثلا نريد شراء 100 دولار، فنقوم بكتابة 100 دولار وننقر على إبداء الصفقة، وبعد ذلك نقوم بإرسال المبلغ ووضع الولت أو محفظة البيتكوين الخاصة بنا لكي نقوم باستقبال المال. أرجو أن يكون هذا الفيديو التعليمي مفيدا. من أجل الذهاب إلى منصة بايبيس، قم بالضغط على اللينك الموجود تحت الفيديو. إن كانت لديك أسئلة أو أي استفسارات حول بايبيس، لا تنسى أن تقوم بكتابة كومنت، سأقوم بالإجابة عليه في أسرع الأجل. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.